يتصدر مشكل الماء قائمة حاجات سكان دوار الزعيمية ببلدية منصورة. الماء ما يكفيش السكان، كاين ثلاثة دواوير مع الدوار يشربوا معاه. الماء 15 يوم، الماء رانا في الدوار، رانا في الدوار، الماء خلينا نشوف، الماء رانا في الدوار. كاين اللي كل يوم عنده الماء، حنايا جينا ب 15 يوم بالشهر حنايا. مشكل الطريق وغياب قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء وانعدام الإنارة العمومية ومعاناة أخرى. عندنا زيقوا من الناموس دافينا حالة زيد الطريقة كي تشوف هذه رئيس البلدية الطريق وصلت لدارو الجوانة تاعو هذوك النواب تاعو هذوك كل المشاريع كاع حولهم روحهم كل واحد مشاريع سما هو والحاشية تاعو. عندنا 15 سكنة هنايا بلا أعمدة كهرباء طالبوا فاني بالكهرباء والنظافة فاني كاين واحد لافورس منا كارثة كارثة وصايرة هي خاطر على ذراري صغار وكاع. احنا ما عندناش طريق هنا كهرباء مكاش إنارة عمومية مكاش مدرسة ابتدائية مكاش هذا دوار أكبر دوار نصها يقرا في دوار الشهيدية ونصها يقرا في دوار الطرش. لا حقرة حقرة لا حقرة حقرة هنيش معناتها حقرة وانا نشوف بعينينا عيطنا لهم وقلنا لهم ممكن والو اللي يدخل ميري يقول لك صح صح ممكن والو يبني يروح ويسوي روح احنا مخليناها. نقائص بالجملة في غياب السلطات المحلية لولاية مستغانم فسكان المنطقة يطالبون برفع الغبن عنهم في غياب أبسط مقومات العيش الكريم.